أخيرا فضيلة الشيخ، ما أفضل الدعاء يقول الوارد في دعاء القنوت؟ ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لسقطه الحسن بن علي رضي الله عنهما: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك، ومن طاعتك كما تبلغني به جنتك. يقول هذا الدعاء ويضيف إليه ما تيسر من الأدعية.